عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين على السينكرو بنلاحظ ان هو في نوافذ كتيرة جدا، لو شغلت يعني عشرهم بتلاقي الشاشة اتملت وكلهم فيهم حاجات كتيرة تحت كده، فده بيخلي ان في نوافذ كتيرة. طب عايز اتحكم فيهم في بعض الاوقات، مثلا انت محتاج ان انت تشوف الجانت، وفي بعض الحاجات محتاج ان انت تشوف الثري دي، وفي بعض الاوقات محتاج تشوفهم الاتنين مع بعض، فكل شويه تقعد تجهز النوافذ ده بياخد وقت. تمام، فانا عندي في الويندوز هو حس بالمشكله ديت، فعمل لي هنا اللي اوت، تقدر تقول له انا عايز اشوفها بالشكل دوت، فهو اوتوماتيك يروح للشكل رقم واحد. تمام، طيب لا ده مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز اروح مثلا للتلاتة. ممكن يكون مثلا ده لما اكون بنسق بالاتنين، ده لما اكون عايز اشوف الثري دي، ده لما اكون عايز اشوف الفيديو نفسه. فتبدا ان انت تختار كذا ويندوز بليسمنت او كذا لي اوت تقدر ان انت تتحكم فيهم زي ما انت عايز. ممكن بقى مثلا ده الشكل اللي عاجبك بس انت عايز تطلع الجزء بتاع 3 دي يبقى اكبر من كده عشان تشوفه بشكل ادق. تمام، فتيجي في الويندوز انت مثلا عايز تثبت دي، فتقول له سيف بليسمنت، يعني سيف الوضع الحالي دوت في رقم مثلا واحد. ماشي، طيب عايز تروح للاربعه، تروح للاربعه. فموضوع اللي اوت دوت عندك اكتر من لي اوت تقدر ان انت تتحكم فيهم، وممكن تعمل ريسيت للبليسمنت بحيث انها ترجع للاصل اول ما سطبت السينكرو. ماشي، ممكن تكون انت مثلا جربت عملت حاجه مش مظبوطه وعايز ترجع للاصل. ممكن تقول له بقى انا عايز اشوفها كفول سكرين، فتبدا تشوف الشاشه بشكل اكبر بحيث ان انت بتعرض للناس، فمش محتاج ان انت تشوف الاوامر بتاعت التعديل. ممكن نقول له عايزين مثلا نروح للشكل رقم 4، فبيبدا يفتح لك ويقفل لك النوافذ بدل ما كل مرة تضطر ان انت تفتح 3D وتفتح مثلا الخصائص وتفتح كذا نافذة. لا هو اوتوماتيك اول ما بتدوس بيبدأ يفتح النوافذ اللي انت عايزها. ونخلي بالنا ان كتر النوافذ دي ممكن يهلك الجهاز، فلو في حاجة انت ما استخدمهاش اقفلها على طول. تمام، شوف ايه اللي انت بتستخدمه هو ده اللي ركز عليه. الفيو ده عجبك خلاص بتعمل له سيف بليسمنت، يروح مسافه لك في ايه الفيو اللي انت اللي اوت اللي انت واقف عليه ويندوز بليسمنت.